الفنان الكوميدي والكوتش سالم بروك. السلام عليكم ومرحبا بك معنا. شكرا الحنان، شكرا أسامة على الاستضافة ديالكم، وكانت من الناس تكون عندك روشارج صون فيل باسكم لنا راح كانت من رمضان مبارك بعد سعد. كيف دوزتي انت اللي كيفاش دوزتي نهارك ديال البارح واليوم؟ نهار الاول وقيلا كانت بريباريني لا فاتيك ديال هذا النهار هذا، حيت النهار الاول داز دغيا، داز ساهل بحال وقيلا تصرت اليوم ما ضربات ديك الوحده صافي غادي نشرب جوج بينا باتري سون فيل انا وياك سعد مبروك، انت هيومورست كوميديان صانع محتوى يوتيوبر وكذلك خدام ريسبونسابل في واحد الشركه اللي مكلف لهم بتوسكي اوديو فيزيوال، ياك صحيح؟ اييه، و توسكي اون رابور افيك لا كرياسيون ديال ان كونتوني دو فورماسيون بيداغوجيك. واخا تري بيان، نهضروا على لو كونتوني ديجيتال والتوجه اللي خداو بزاف ديال الناس نحو الويب. واش كتظن انه دابا في غياب العروض الكوميديا وان القاعات مازال مسدوده، واش اوتوماتيكمون يولي عندنا لو ريفلكس ديال لو ديجيتال وغادي نساو الفراجه في المسرح وغادي نتعلموا ونولفوا على الفراجه في الويب؟ هو جو بونس دابخي ليكسبيريونس امبل ديالي انا غادي تكون عندنا جوج ديال لي فاز. كاين واحد لافاز اللي فارضه راسها دابا، انا من دوك الناس اللي كيبغيو يلعبوا لايف في الخشبه، كنبغي الملموس، كنبغي ديك ريحه الغموله اللي كاينه في الباك ستيج، كنبغي ريحه الخشبه، كنبغي نشوف البوبليك. ولكن الديجيتال فرض راسه بقوه، وانت عارف علاش، حيت كان لو كونفينمون في الاول وباقي ما تحلوش المسارح وجيسبيغ يتحلوا عما قريب. سوف كو لو بوبليك تيطلب منك انك تكون حاضر، حنا كنتوحشوا نكريو دي كونتوني، ما كتبغيش تكتب الحاجه وتخليها دو كوتي. هذه الفاز الاولى. والفاز الثانيه اللي غتجي سي كو اون فوا غيعاود يتحلوا المسارح، الناس غيعاود يرجع داك لو ريفلكس يبغيو يعاودوا يتلاقاو بعضياتهم، يتوحشوا ديك لاطونت في الصف قبل ما تدخل لاسيت، تقطع التيكي ديالك وتخليه عندك. جيسبيغ كو او موان لقاو كونتوني زوين دابا، ما حد الديجيتال فاز راسو، وملي نرجعوا للحياه ديالنا العاديه نلقاو عاوتاني ان كونتوني احسن من اللي كان قبل، باش نتفرجوا ونعاودوا ونعاود ان شاء الله على انغام زقزقات العصافير اللي سمعنا. سعد نسولك، مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش اثرت على مفهوم الشهره؟ ايه هادشي عندك ساعتين باش تجاوب على السؤال باختصار بعجاله. عطات الكلمه لبزاف ديال الناس، وكاينين شي ناس عرفوا كيفاش يستعملوها، دوكو يزون امباكتي وبدلوا الحياه ديال بعض الاشخاص بواحد الطريقه ايجابيه جدا. كاين اللي منهم استغل هذيك الشهره باش جمع واحد العائله صغيره ديالو، ولا ديك الانرجي كوليكتيف بيناتهم، كيقدروا يموتيفيو بعضياتهم على القرايه، على السبور، على الضحك، على مواجهه الصعوبات ديال كل نهار. وكاين اللي جاتو الشهره و تزوج حداها وتساهموا سعد زاد شهرة وجاو العصافير، راه كنسمعوا فيهم، مازال كنسمعوا فيهم. مبروك الفيلا سعد. شوف هادشي من الشهرة، هادشي من الشهرة، بنتي راه تاخذ لي اوطاج. شو قلت يا سعد؟ ما سمعناكش مزيان. قلت لك اخي احسن لينا صوت زقزقة العصافير ولا بنتي غتاخذني اونوتاج وتاخذ لي الكاميرا ولا زقزقة المصارين في هذه الوقيته سعد. الله يخليها لك. نسولك سعد، علاش دائما الضحك مقترن برمضان؟ علاش ديما في رمضان عاد كيكثر سلسلات ديال الكوميديا؟ يمكن هذه ابيتود اللي تخادت من الانتاجات الرمضانيه ديال شحال هذه، فرضات راسها واحد الوقيته. في كاين واحد لو كونسيبت اخر، ان الواحد اللي كيحاول يعطي واحد الانتاج اللي فكر فيه بزاف وحاول يبدع فيه، الغايه ديالو هو يوصلها لو بلو غون نون دو بيرسون في واحد الوقت اللي هو وجيز. وحنا كنعرفوا بلي رمضان كلشي كيتجمع اوتور دو لا طابل، هادي دو ان، كلشي كيبغي ياكل الشهيوات، ملي الكرش كتشبع كتبغيك تضحك مع راسك، باش كتقول للراس غني، كتقول للراس غني وريح وقابل ديك التلفازه. وداك الشيء علاش كنحاولوا نكونسونطريو الجهود ديالنا باش نحاولوا نلقاو اكبر عدد ديال الناس. كنظن هذا هو التحليل النسبي اللي يقدر يكون مزيان. شكرا لك سعد مبروك اللي بقيتي معنا.
شكرا لكم على النصائح ديالكم، وشكرا على السيده اللي عطاتنا نصائح باش ننعسوا حسن، حيت انا محتاجه للعيبه.